هو اكزيكوتي لو ديتاي سي موتيف من بعد يمكن يقول لك تعطيه بالكامل علاش كيكون ريزونابل راه المقاول كيشوف براسو كيقول لك هذه الحاجه هذه درتي فيها المبلغ الفلاني انا ما نخرجنيش مؤسسة تابعة للجهة موكول لها تأطير الدورات التكوينية اللي كتخنس أساسا الاهتمامات ديال المنتخبين ولكن كذلك فعاليات أخرى داخل الجهة من مجتمع مدني وجمعيات وما إلى ذلك. الآن انتقلت لواحد المحطة اللي هي كنعتبرها أساسية بالنسبة لنا وهو الاهتمام بشكل مباشر لحاجيات بعض الفئات من هاد الشرائح اللي عندها حاجيات ما عندهاش إمكانية أنها توفر الجواب عليها فيما يتقدم من عروض ديال التكوين على مستويات أخرى. أولها هما الناس اللي كيتكلفوا بالترشيد على مستوى المناطق الجبلية. هذا أول تكوين كي يتلقاوه ضمن مجموعة كتهم كل مناطق ديال الحوز وديال شيشاوة. المرشدين السياحيين في المناطق الجبلية طبعا مهنة متميزة وكتطلع بمهام كذلك على مستوى التنشيط الاقتصادي والسياحي أساسية، لكن أغلبهم كان كينقصهم تكوينات فيما يرتبط بالمهارات والمسؤوليات والجوانب الأمنية والجوانب الإسعافية. هذا البرنامج اللي وضعناه الآن في الدورة الثالثة ديالو غادي يهم مختلف المرشدين اللي عندنا في الجهة، وكنتمنوا من خلال التقييم ديالو اللي كنعقدوا بشراكة مع أطراف من سويسرا مشكورة أننا نبرروا برنامج مستقبلا ديال المواكبة الحقيقية حتى على مستوى الميدان. الجانب الثاني وهو تكوينات فيما يرتبط بتدبير الصفقات العمومية، نضمناه لمنتخبين من الجماعات المحلية ومن الغرف المهنية ديال المناطق الجنوبية، وهناك ذلك تأكيد لشراكة متميزة كتربطنا بهذه المناطق من خلال ما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين في الجهات في هذه المناطق. وكنتمنوا أن هذه التجربة الأولى تواكبها تجارب أخرى باستعانة بكفاءات وخبرات وطنية في هذه المجالات اللي هي مجالات أساسية وداخلة في إطار تفعيل الجهوية الموسعة، على اعتبار أن الآن الجماعات المحلية كتطلع بمهام تدبيرية أساسية وأغلب المنتخبين ماشي بالضرورة كلهم جاهزين باش يطلعوا بهذه المهام على الوجه الأمثل، وكنتمنوا أن التكوينات تكون كتساهم بشكل حقيقي في تطوير هذه الكفاءات.